قاعدين نحكيو اليوم على الشباب والتوانسة العاطلين عن العمل، هذوما العاطلين عن العمل هما يعني عبء على تونس ولا هما ثروة لازم يستثمروها ولازم يأطروا؟ بالطبيعة يعني ثروة تكون مش عبء على تونس، أخي هما التوانسة منين جاوا وشبابنا وينو طاو؟ كلاهم البحر، شطر شبابنا البحر، الحوت كلاهم، الحبوسات برافش الحبوسات قال كلها شباب، علاش هذا كل البطالة؟ البطالة ما الحكومة هذية تصح وقداش من الحكومة ما اللي جات ما عملت شيء. أنا كلمة بركة نقول حتى كي كانت زين الله يرحمه ما كانش الهم هذي، ما كانش بالطبيعة باش تكثر البركاجات وتكثر السرقة وتكثر المقدرات، مناش هذا من الحكومة، من الحكومة هي السبب. شباب بطال ماكلوا البحر، الحبوسات كلها شباب، الزوارمي في الحبس، الدراج، الدراج شكون يجيب فيه؟ ترى قل لي يجيب فيه الزوالي الدراج ويدخل فيه، يدخلوا فيه الريوس الصحاح. لما راه يقولوا قبضنا على فلان فلاني، قبضنا كان على مزمري. بصراحة الحكومة هذه هلكتنا، هلكتنا يرحمك يا رجل أمي. تجي حكومة جديدة تو، باش تجي حكومة جديدة؟ ما عادش عندي ثقة حكومة الرئيس، ما عادش عندي ثقة والله العظيم، ما عادش عندي ثقة في حتى حكومة. أنا هاني ريت في السن هذا بالله العظيم نتمنى نهز أولادي ونهاجر من تونس. صيّت تونس انتهيت، ترى والله كيما نحكي لك حاجة انتهيت. ما اللي دخلت النهضة ودخلوا دخلوا وش اش عملوا؟ ترى هاي قداش من الحكومة اش عملت للشباب؟ ما عملت له شيء الشباب، حلت له البحر وحلت له باب الحبس، هذاك اللي عملته، هذاك اللي عملته. برا مشي المرنقية وبرا الحبوسات تلقاها المكثرية شباب، شباب كلهم شباب شباب. الله يهدي الله يهدي والله يهلك اللي كان السبب. اولا وقت اللي توا من كان بن علي وبورقيبه ما كانش عندنا الشيء هذا، كان عندنا بطاله، فما بطاله شويه مش كيما هكا. كانت الناس الكل تخدم بالكونتراتو، الناس الكل تخدم، انا ولدي داره ونعرف الناس الكل تخدم، شباب يخدم يخدم ثلاثة شهور ياخذ تفتوفه ويمشي يدبر خدمه اخرى، والناس الكل تخدم. جات النهضه رسمتها على بعضها الكل، فهمت؟ رسمتها على بعضها، ماشي ما جابتها شليلة ومليلة والكل دخلتها. انت نهضاوي يمكن، ما نعرفش نهضاوي ولا مش نهضاوي، ما يهمش الحق ينقال، فهمتني؟ رسمتها وشوف حتى من مريض عقليا عطوه في الإدارة في كل شيء. وقت اللي ترسم رسمت انت شنو؟ رسمت انجليزي بريطاني عنده ضمير، رسمت عربي، رسمت عربي ما عندوش ضمير ما عنده حتى شيء، فهمت؟ في الاخر واحد توا اولا شبابنا اش عملوا له؟ السياسه اللي جات بها النهضه هز سوريا نحى علينا الشباب قتلوا ماتت ما مات. توا اش عملوا هاكا؟ وحلو توا شبابنا مساكن بطاله، شبابنا دخلت المخدرات منين تدخل؟ تمو عندهم هم السبب، هم توا هم لاهين لاهين النهضه لاهيه وغير النهضه اللي مع النهضه الكل هنا شير ومشاريع وكل، وخلوا الشباب والفقراء ما خمموش فيهم. نعطيك حاجه اخرى ومش نقص بالله، احنا كتونس بجاه ربي هاك الوصفان اللي موجودين ما ننكرش هذا مش مشكله، ولكن يا اخي حلوا لهم باب، حلوا الباب ولا يخدم ب 10,000 فرنك في النهار والشباب مطيش. غلوا الخبز على التونسي. نعم غلوا الخبز على التونسي، نحوا له الخدمه حتى في المرمى في كل شيء، في كل شيء توا كثرت عندنا يمكن ما نعرفش قداش من مليون الكل. اخي احنا متاع هجره يا رسول الله، متاع هجره، احنا متاع ناس، احنا ماذا بينا شبابنا يمشي يخدم على روحه في بلاي سخرة، فهمتني؟ وما عادش يخدموا بالكونترات وخلي الشباب يخدم اللي يجي، فهمتني؟ برشا برشا نحاول، علاش جيبونا فيهم؟ علاش تحلوا لهم باب؟ هاو حنا فيهم يا سيدي، هاو نقضاو لك على الشباب ما عادش يخدم حتى في قهوة، في قهوة باش يخدم ب 10,000 ما عادش خادم. تخدم طفلة وصيفة فهمتي ب 5,000 فرنك وتخدم 20 ساعة وشبابنا ما يخدمش. شبابنا يحب يخدم يعطيه حق، ما تاكلوش حق بالمجد، هما يخدموا خير، ولكن شبابنا
يخدم يعطيه حقه، نحن لا ما يعطيهش حقه ويخدم الوصيف وحل لهم البيبان توس. حل شكون حلت الباب؟ النهضه. في تونس فما برشا بطل، فما اكثر من مليون عاطل عن العمل. صحيح. يعني شيء هذا تشوفه عبء على تونس ولا ثروه مهدوره ولازمها يعني تتاثر ولازم تلقى شكون يستثمر؟ فما 34 مليار دولار اللي هزم المرحوم الله يرحمه، حتى قالوا له تنجم معناتها سرجع الفلوس 34 مليار اللي تنهبوا في برشا بنوك، وحتى يا رسول الله حتى كان باش يموت باش يقابل وجه ربي ذاك، حتى باش يموت فهمني كتب وصي 34 مليار راي تصلح لنا البنيه التحتيه، راي تنحينا الفقر، راي باش نقول لك خويا شباب تونس ما عادش يطيش روحه للموت، نعملوا مشاريع، نعملوا بيوت لك المعاقين المساكن، كيما البارح يا رسول الله في شو اسمه في شيرة القصرين ولا وين عاد في التلفزه شو اسمه اللي يعدي فيه القروي هذاك. فما مشاكل يا ولدي. شفت البارح انا البارح ما رقدتش، شفت امراه عندها ثلاثه صغار شفت امراه عندها ثلاثه البارح امراه عندها ثلاثه صغار معاقين راهوش، والدار ما فيها شيء، دار كحله ونداء، ومسكينه المراه هذيا بدات تبكي، قالت لها ما عادش ننجمهم، رابط منهم واحد، قالت لي يهربوا لها للجبل، تلقاهم بعد ستة ايام، ولات تتكتف فيه باش ولات تتكتف مسكينه ولات تتكتف فيه. علاش يا خويا ما نعمل نحن كل ولايه كل حاجه نبنوا فيها، نبنوا يا خويا نبنوا دار المسنين ودار لك البنات. ولت البارح نحوس نلقى انا بنات يا رسول الله 17 سنه راقده في الكياس. باش تمشي تخدم شهريه في تونس 300-400 شويه، تركب منها تفطر منها، معناها مواطن تونسي ما تعمل له حتى شيء شهريه في تونس، هما متريس معناها متخرجين وبطاله. قلت لي ثورة ولا شنيا؟ عاود لي السؤال ما فهمتكش. يعني فما برشا مواطنين يعني برشا بطالة في تونس، الشيء هذا عبء على تونس ولا هو عبء على الدولة التونسية؟ عبء يعني هما ثقل على تونس ولا ثروة لازم يستثمروها هما ثروة؟ هي ثورة البطالة باش يردوها ثورة؟ ثروة ثروة جاية من كلمة ثروات مثلا نرم فريسك كهو لازم يستثمروهم كما يلزم شبابنا. صحيح شباب صحيح. هما أكثر من مليون شاب عاطل على العمل. صحيح. ما همش يخدموا. وإن شاء الله يلقاو لهم حل وإن شاء الله نخدموا تونس وإن شاء الله الدولة ترانا وتشوف حل لتونس وبلادنا الناس الكل. تونس يعني مش قاعدة تشوف فيك تو؟ ماهيش تشوف في بولادنا الكل ضايعة في تونس. وهما قلت لك يقرا ومتخرجين وتعبين وبطالة. تخدم ولا؟ لا انا توا بطاله. تلوج على خدمه ما تلقاش سالير اللي يعجبك والوقت 350 ما عادش تخدم توا. يستغلوا في العباد؟ يستغلوا صحيح. ومعناها حتى تعمل روتار ابسون مش سيرتيفيكا يوقفك من الخدمه ويجيب خدام اخر. الواحد تعب في تونس وكها. احنا نحبوا ياسر على الاخر. على الاخر. تونس صحيح فيها برشا بطاله. لكن ثروة مهدورة وفي آن واحد. شنو الشق الثاني متاع السؤال انت سألتني؟ عبء. هو ثروة مهدورة وعبء او ميم طون، فهمتي معناها؟ هي الحكاية مزدوجة. العبء علاش عبء؟ ناخذ الثروة المهدورة الساعة. الثروة المهدورة هو أن نحن دافعي الضرائب، ندفع الضرائب ونقروهم، فهمتني؟ الآباء فهمتني والامهات يضحيوا من اجلهم والدوله تضحي من اجلهم باش تقريهم ويولي مهندس ويولي كذا ويولي استاذ ويولي انسيت سبيت وهلم جر. هذه اول حاجه. الساعه هنا الدوله قامت بواجبها والاباء فهمتي الله والاولياء قاموا بواجبها. اليوم الدور النتيجه شنيه؟ انت عندك شهاده. انا نخاطب جميع ما يسمونه بالشهايد العليا، فهمتي؟ وماذا بيه ما تقصوش تجملوه، فهمتي؟ انتم راكم فاشلين رغم النجاح متاعكم النسبي اللي هو انت خذيت به شهاده، انت راك فاشل. كيفاش فاشل؟ لا باش نوريك كيفاش فاشل، فهمتي؟
هو فاشل لأنه هو لم يقدم شيء سعى للمجتمع اللي خدمه وعطاه وعطاه فهمت الله منحة وعطاه أستاذ بعشرات الملايين يقري فيه فهمت الله، والدولة تهدر في فلوس وتستثمر فيه هو، وفي الأخر طلع يحب على وظيفة عند الدولة. الدولة قدمت لك أكثر ما يمكن. اليوم نحن كان نحب نغيره، والثروة المهدورة اللي تحكي عليها أنت يلزم الثروة هي نفسها الدور، هي نفسها تبحث على الحلول. تشاد أنا نتفرج في برنامج في تشاد فهمتي، وزير التربية يقول نحن عندنا نقص ب 38 ألف إطار تربوي فهمتي. الدول الإفريقية ناقصة الإطارات التربوية فهمتي، معلم كان يهاجروا كما هاجرنا احنا قبل فرنسا ولوجنا على الخدمة في السواني مش في المدارس والواحد والكذا، وخدمنا في مئات ألف خدمة وخدمة فهمتي الله، وما بقيناش بطال وما بقيناش في القهوة. الإنسان يلزمه هو يعرف يستثمر في نفسه، يحرك في نفسه، يشوف مواهبه، يشوف نقاط الضعف فيه ونقاط القوة فهمتي، ويستثمر نقاط القوة ويتقلب على نقاط الضعف، مش يستسلم للمخدرات ويستسلم للتزريق ويستسلم فهمتي الله للواحد معناه والماء طايح في ركيبه. يلزم هو يخلق من نفسه شخص فهمني، يخلق من نفسه فهمني، مش كل شيء على الدولة. الدولة عندها إمكانيات محدود، الدولة عندها إمكانيات محدود، وتعايت اليوم وتعايت غدوة وتسب بعد غدوة وتكسر بعد غدوتين وتحتاج بعد غدوة، وهاي الديمقراطية وهاي حقوق وهاي كرم. الكرامة ما يعطوهاش ليك، الكرامة أنت تصنعها. تقريبا في تونس عندنا أكثر من مليون بطل، الشيء هذا عبء على تونس ولا ثروة لازم نستثمروها ونأطروها ونجذبها؟ أنا ليبي، نحب تونس، أنا ليبي نتجو عادي مش تونسي عادي. أول حاجة البطالة في كل وطن العربي، حق البلاد المنتجة النفط فيها بطالة، نحن ليبيا منتجة النفط فيها بطالة واشت، ما فيش بالعكس، تونس أفضل من ليبيا باشت. في ليبيا عندكم بطالة؟ بطالة واشت، وعندها بطالة أخرى يخلفوا فلوس وراقدين، ما فيش في دولة في العالم إلا ليبيا يخلفوا فلوس وراقد. يعني هذه شهرية من الدولة؟ ما فيش، لا هو ما عندهم يديروا لا الكادر بتاعهم، ما فيش مش كيف الألمان ولا العالم الراقي. مثل تجي المالية دايرين 100,000 واللي يخدموا 10,000، وبالعكس تونس تحسها تخدم كلها أفضل من ليبيا. من البلاد السعودية ماشيين هنا بالعكس، كلهم يخدموا على السيارات، السعودية غنية 11 مليون يخدموا على السيارات كلهم، وبلادها احترامي وحاشا الأرض الطاهرة مكة والمدينة، ما بنية تحتية تعبانة، السعودية تعبانة ويخدموا على السيارات وعلى الموت وني. ليش سألته؟ قال لي نحن ما عندناش حوش ملك، لاخذ في 7500 ريال حط في 4000 ريال ايجار، انا باش ناكل بين. بالعكس تونس افضل منهم، تونس والمغرب افضل من بلدان النفط كله، سياسه حلوه. لكن نحن سياستنا، انا ليبي ياخذوا في مرتبات، دوله فاشله من ايام معمر فاشله، دار تقليص ويا بلتو، هذا الواقع اللي حكيت لك. لا تونس تحس نظام دوله قانون كيف ألمانيا هيك، تحسك بصدق وأمان، تحسها منظمة، منظمة أكثر من ليبيا مليون مرة. ليبيا ما فيش نظام، لا في نظام ولا ثقافة، هنا اثنين هيك يخدموا ياخذوا في فلوس خلاص. عمرك ريت وعدين في العالم ما فيش إلا ليبيا راقد ياخذ في فلوس، فيه راقد ويجي شهري شهرية ويعيط أخرى، ودولة الوحيدة اللي ما صار لكوش في ضيف العالم ليبيا.